ها كتبت 3 حاجات اكتر، كل واحدة منهم عندك تخيل هي ممكن تدخلك كام؟ يمكن كلهم لو عملتهم مع بعض ما يجيبولكش نفس المرتب اللي انت بتاخده دلوقتي، لكن مش هموت يعني، مش كده ليه؟ يبقى في حاجات انت ممكن تفكر انك تعملها، انت اتزنقت في كورنر ولازم تتصرف، خلاص اترفدت من الشغل وكمان مش لاقي شغل تاني، لازم تصرف، لازم تصرف. لقيت حاجات ولا لأ؟ طيب لو قعدت تفكر أكتر، الحاجات دي ممكن تلاقي حاجات أحسن منها أو حاجات غيرها؟ أيوه، يبقى there is always a way out. يبقى أنت كده مهما اتزنقت في كورنر ممكن تلاقي حاجة تعملها تخرجك من الكورنر اللي أنت فيه. طبعا أرجو إن أنت متفكرش إن أنت تنتحر، ده مش حل يعني، مش دايما مش حل، بس يعني مش من الحلول اللي انا ارشحها خالص. المهم ان انت فكر وفكر وفكر. طيب التكنيك اللي احنا عملناه دلوقتي ده اسمه ايه؟ اللي احنا عملناه دلوقتي ده له اكتر من اسم، واحد من الاسامي المشهوره له جدا هو السيناريو بلاننج. السيناريو بلاننج ساعات بنستخدمه في حاجه اسمها كرايسيس مانجمنت، مش موضوعنا. المهم ان انت لمجرد ان انت دلوقتي تخيلت مصيبه حصلت وابتديت تعمل خطه هتعمل ايه علشان تتغلب على المصيبه دي لما تحصل، منها هتطلع بافكار ممكن فعلا تغير بيها مسار حياتك من غير ما المصيبه تحصل. زي ان انت تخيلت ان انت هتترفد وشفت هتعمل ايه، بعد ما عملت البلان دي اكتشفت ان انت في حاجات ممكن تعملها تريحك اكتر من الشغل، تجيب لك دخل اكتر، او تديك وقت اكتر تقضيه مع عائلتك، او 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 روح انت قدم استقالتك، ليه تستنى لما يرفدوك؟ مش ضروري شغل، في حاجات تانية. تخيل اي حاجة وابتدي من خلالها تعمل السيناريو بلان ده. هو ايه؟ هتصرف ازاي؟ هعمل ايه؟ اطلع الافكار. ساعات الاسلوب ده كمان بيسموه كاونتر فاكتشوال بلاننج. كاونتر فاكتشوال من باب ان انت بتمشي فيه، بتعمل بلان عكس الحقائق اللي موجودة. انت ما ترفدتش، لكن افترضت ان انت اترفدت، هتعمل ايه؟ او عايز ابني عماره طولها 11 دور في اسبوع، مستحيل. لا وقف، مش حاجه اسمها مستحيل. هتعمل ايه لو ده اللي مطلوب منك؟ تطلع بافكار جديده. الافكار الجديده دي تحل بيها مشاكلك، تقدر تحل بيها مشاكلك الحاليه. يبقى نستخدم السيناريو بلاننج، ممكن قوي نستخدمه في ان احنا نطلع بأفكار جديدة. إزاي؟ افترض حاجات مش موجودة، صعبة جدا أو مستحيلة، وقول هتعمل إيه لو ده الوضع، لو اتزنقت في الكورنر ده، تطلع بأفكار كتير. ده برضو واحد من الأساليب اللي بتستخدم في البروبلم سولفينج، إن إحنا نبلان مقدما ليها، أو ان احنا نفترض افتراضات وهمية، ومن الافتراضات الوهمية دي نبتدي نطلع بافكار جديدة نستخدمها في حل المشاكل الحقيقية اللي احنا عايشينها. ارجو ان دي كانت مفيدة لكم. تعالوا معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي نكمل كلامنا عن ازاي نمانج الستريس وازاي نبقى هابي. اشوفكم الفيديو الجاي.